اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلنا لحضراتكم الصيف بيبقى عباره عن ميركاتو لضم الصفقات الجديده. النهارده كره الطايره سيدات معانا، بنرحب في الاستوديو بالصفقات الجديده اللي انضموا حديثا للنادي الاهلي. بنرحب في البدايه بعلياء هاني، لاعبه طبعا النادي الاهلي الحالي واللي جاءت قادمه من نادي الشمس. اهلا بيك علياء. اهلا بحضرتك، منورانا قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. بنرحب بمريم، مريم ثروت لاعبه النادي الاهلي واللي جاءت قادمه من نادي الزمالك. اهلا بيك يا مريم. اهلا بحضرتك، منوره قناه الاهلي. شكرا. قولي لي يا مريم بقى، هنبتدي الكلام من البدايه، يعني ازاي ابتدى الانضمام؟ يعني ايه اللي حصل؟ ايه الكلام ابتدى منين؟ الاتفاق حصل ازاي؟ هو دي ما كانتش اول مره يحصل اصلا اتفاقات نحاول ان انا اجي. الموضوع حصل حوالي 3 مرات، دي المره الثالثه. اول مره انا اصلا من نادي شمس، وبعدين من 3 سنين رحت نادي الزمالك. اول مره حصل النيجوشيشنز كانت لما جيت مشيت من نادي شمس ورحت نادي الزمالك. ممتاز. بس كنت وقتها مضيت خلاص في نادي الزمالك، فما كنتش حاضر. 3 سنين مضيت، سنتين. سنتين دي كانت اول مره. بس كان لما كابتن حمدي كلمني كان خلاص، يعني كنت مضيت. خلاص مضيتي. تاني مره حصلت بعد السنتين ما خلصوا. بس وقتها كان في مشكله في الاتحاد، كان العقود بتاعتنا ما كانتش مسجله في الاتحاد. فما كانش معايا حاجه تثبت ان انا عقدي خلص. وكنت محتاجه دوكيمنت او حاجه تثبت ده. مضيتي سنه. لا، والاتحاد مرضيش يعني يديني حاجه. فبرضه ما عرفناش. ودي المره الثالثه بقى. المره الثالثه. الثالثه تبه. كده. طيب، يعني بعد ما نهايه الموسم انت خدت قرار، قلت لا مش هجدد في الزمالك تاني، انا هروح نادي الاهلي. بالظبط. دي كانت رغبتك يعني ولا لا، هي دي فعلا كانت رغبتي. سبيشلي زي ما بقول حضرتك ان احنا حاولنا كذا مره وكل مره كانت بتفشل، فكان خلاص بقى كان قرار ان انا. ودي كانت رغبتي من ايام كنت بتلعب في الشمس اكيد، يعني كنت حابه ان الرغبه الاولى ليك النادي الاهلي. سبحان الله، كل تاخيره وفيها خير. بس اكيد يعني اللاعبات مش غراب عليك، يعني ايه؟ لا يعني اكيد كلهم زمايلك بتشوفيهم، بتلعبوا في التجمعات في المنتخبات، اكيد اكيد كنتوا مع بعض ومش غايب عليك. بالظبط. يعني انا اصلا كل الفرقه تقريبا كلها يا اما كانوا معايا في نادي الشمس، يا اما لعبت معاهم في المنتخب اكتر من بطوله. صحيح. فما يعني معاكي في الشمس. بالظبط. ايوه. ف يعني ما حسيتش ان في حاجه غريبه، بالعكس حسيت ان انا اكني يعني رجعت بيتي تاني. بالظبط. مش حاسه بغربه خالص. هو ده النادي الاهلي. طيب اروح علياء، يمكن انت جيتي من الشمس برضو. يعني يمكن مريم بتلعب بصير. ايوه. علياء بتلعب ضارب مركز 2. جيتي بعد عقدي خلص من نادي الشمس، صح ولا انا غلطان؟ طيب ايه، زي مريم، ايه المفاوضات بدات ازاي او الكلام بدا ازاي؟ ودي كانت اول مره ولا كان في مفاوضات قبل كده؟ لا، هو انا المفاوضات اصلا بدات من وانا عندي 14 سنه. بس ما كنتش بعرف. انت عندك كام دلوقتي؟ 15؟ لا، عندي 22. بس ما كنتش بقى بعرف اخد استغناء او كده. بس فبعد ما الرعايه بتاعتي خلصت مع الشمس يعني على طول. مضيتي كام سنه مع الشمس؟ كنت مضيه كام؟ لا، هو انا سنتين الرعايه بس. الرعايه بعد الرعايه ما جددتش. طيب، والكلام بدا مع كابتن حمدي الصافي، هل كلمك كابتن حمدي؟ هل حد كلمك من المدربين؟ يعني الاتصال معاكي كان ازاي؟ كابتن حمدي كلمني كذا مره. و بس يعني انا كده كده الموضوع كان سهل عشان كده كده خلاص عقدي خلصان. وبس مضيت على طول يعني. وكان معاكي صوره من عقدك القديم؟ كان معايا. كان معاكي. ومريم انت كان معاكي صوره من اخر عقد مضيتيه مع الزمالك، صح؟ بالظبط. عشان تثبتوا يعني. لا، انا خدت استغنى من نادي الزمالك. خدت استغنى ازاي؟ كنت خلاص يعني قعدنا ان خلاص ان انا مش عايزه اكمل. يعني خدت استغنى. كان عقدك لسه شغال. يعني كان ناقص لي سنه وبس، كنت خلاص ما كنتش قادره اكمل. وقعدنا واتفقنا ان ده الاحسن ليا. وبس، وخدت الاستغناء وبعدها على طول مضيت.